كلمه بالعمران. تواجدي في هذا المعرض كيعتبر بانني هي المنسقه العامه للمعرض القطري المغربي بكوني منظمه معارض دوليه بالنسبه للفنانين المغاربه، كنقدمهم حتى يقدموا التجربه ديالهم خارج المغرب، وكنستضيف بالمغرب اجانب عرب او اجانب. كانت عندي تجارب في قطر، قدمت مغاربه وقطر رحبوا بزاف بالفن المغربي، التشكيل المغربي والمستوى اللي وصلوا الفن المعاصر. ومن هناك جات الفكرة تبادل الثقافي الفني ما بين دولة قطر والمغرب، وكان صار اتفاق مع غاليري مرخية، وهي من أكبر وأهم الغاليريات التي تقدم أهم الأسامي في قطر. صار هذا الاتفاق بأننا نقدم معرض مشترك ما بين مغاربة وقطريين، ومعي الصديقة والأخت ومديرة هي مديرة من مدراء الغاليري المرخية مدام هزار. تفضلي مدام هزار. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف كانت مشاركتكم يعني في اطار نقل هذا المعرض الى المغرب؟ نحن كان نشتغل مع كريمه كابلا، نحن كان عندنا سو اكسبيشن لحسن بوكية، هي كانت تيجي ونحن كان نشتغل هذا، وهذا كان هلو فيري جود اكسبيرينس. وبعدين نحن كان نحكي وإيش كيف نحن نقدر نشتغل مع بعض كمان مثل يمكن هذا مرة في مغرب. بعدين هي تحكي معنا الفكر الجديد، الفكر هلو نحن عينا سبع فنانين قطريين وسبع مغربيين، يعني هذا كيف أهم الفنانين القطريين، خصوصا أنهم ما حضروش اليوم، يعني شنو سبب عدم الحضور وشنو أهم الأسماء القطرية؟ الاسم أكثر مهم في علي حسن، أوكي، في فرج دهام، سلمان الملك ويوسف أحمد. أيوة. هدول العربة كتير مهمين في قطر. بعدين نحن عينا ثلاثة فنانين أزرار أيضا مهمة أزرار. نحن عينا ابتسام الصفار، هسه كلا، ووضح السليت. طيب، يعني من حيث التشكيل أو الفن التشكيلي في داخل قطر، ما المستوى، يعني إلى أي حد وصل الفن التشكيلي القطري؟ كيف هذا لأي فنان قطري؟ لا، الفن التشكيلي في داخل قطر ما مستواه مقارنة مع كيف ما قلت أنا في تقديمي للمعرض القطري، يعني قطر صارت من أهم الدول العربية اللي كتقدم الفن التشكيلي المغربي أو العربي عامة في المستوى. يعني احنا شفنا أهم الفنانين متواجدين معنا من يوسف أحمد، علي حسن، فراج الدهام، سلمان المالك، وكمان شفنا التجربة الشبابية لحصة والابتسام. هذا بس للأسف لو كان ممكن إحنا نجيب أكثر فنانين كان ممكن في أكتسامي أكثر أهمية ومهمة كمان أيضا، ولكن بحكم إنه اختصرنا على العدد فكانت التجربة، وأيضا اللي قلنا التجربة خلي كمان أيضا في الخامات، يعني في التقنيات، في الكونسيبت، خلينا التجارب القريبة على بعضها. هذا اللي خلينا حددنا عدد في الحل. المعرض هو معرض يعني مناسبة للانفتاح على الفن التشكيلي القطري اللي ما كنعرفوش. هذا المعرض كيركز أولا على بأن المغرب وقطر من زمن بعيد هما بلدين صديقين، وهذا عزز هالصداقة وهالترابط. الزيارة الملكية اللي خلتنا أيضا كان وثقوا هذه العلاقة بتبادل ثقافي فني ما بين البلدين. وما شاء الله، يعني مبادرة جميلة جدا، خصوصا أنها مبادرة نسائية محضة. شكرا جزيلا لهذه المبادرة. شكرا.